إضافة إلى اكتشاف مهم جدا وهو عبارة عن محلات للوضوء تحت الأرضية القديمة العائدة إلى الفترة الأتابيكية. هذه المحلات عبارة عن 4 غرف مشيدة من مادة الحجر والجص، عرض الغرفة الواحدة 3.5 متر تقريبا وارتفاعها 3 متر. تحوي هذه الغرف على عدة أحواض من الحلان ومغلفة بمادة القير لغرض حفظ مياه الوضوء.